شنو الاسباب ديالكم تاع الاحتجاج تاع اليوم؟ انه المكتب المحلي والمكتب الجهوي دعاو للوقفه ديال اليوم بعد ما استنفد كل الوسائل ديال الحوار مع المسؤولين الجهويين حول ما يتعرض له الموظفات والموظفين من التعسف ومن شطط في استعمال السلطه. هذا الشيء علاش الاخوات والاخوان دعوا لهذه الوقفه اليوم باش يعبروا على الصوت ديالهم بشكل حر وبشكل ديمقراطي وبشكل نزيه. هذا علاش جات الوقفه ديال اليوم. هي الاسباب متعدده، منها بغينا نعاودوا اعاده التوازن للمسائل الاداريه فيما يخص التصرفات بعض المسؤولين، نشاطات ديال المديره في استعمال السلطه، تنقيلات تعسفيه، احترام مضامين بعض المذكرات التي يصدرها وزير الثقافه فيما يتعلق بالحركه الاداريه اللي ولات فيها استثناءات وما بقاتش، ولات الاستثناءات هي اللي كتشكل دابا القاعده، بينما ما كان من الاجدر انها تكون حركه تشمل جميع الاطر. كما صرح الكاتب العام لضخ بعض الدماء جديده، وفي نفس الوقت فتح المجال ماشي غير الوجوه القديمه، حتى لبعض الوجوه الجديده ولا بعض الكفاءات الجديده تعطى لها الفرصه انها تبين الكفاءات ديالها في المجال، في تدبير المجال الثقافي. واش فتحتوا شي حوار مع ولا مفاوضات مع الاداره؟ كان حوار مفتوح ومازال مفتوح، حتى ان الاداره تجاوب مع مجموعه من المطالب ديالنا اللي رسلنا بها بشكل مباشر للسيد وزير الثقافه المعني بالقطاع، وفي نفس الوقت رسلنا بعض المسؤولين في الاداره المركزيه. شنو اهم المطالب ديالكم سوما؟ المطالب هو المشكل ديال الشطط في استعمال السلطه بالدرجه الاولى. فين تيتمثل الشطط اللي تتسمي انت شطط؟ الشطط تيتعامل هو انه الوقت اللي واحد الموظفين تيتسناو من التمديد في التقاعد، كاين مشكل ديال التنقيط، كاين مشكل ديال ما يجري من سوء تدبير بعض الملفات داخل الجهه وخاصه على مستوى الجهه ديال الضربه دعم المحلي.